ولمناقشة تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران وعدم وضوح رؤية لحل الأزمة أزمة الملف النووي لتعنت إيران في شروطها، ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسن القطب. مرحبا بك معنا. مساء الخير. مرحبا. مساء الخير. مقترح أوروبي لحل أزمة الاتفاق النووي لتتضمن مجموعة من البنود، هل برأيك يمكن أن يحل المقترح الأوروبي الأزمة؟ المشكلة الحقيقية هي انعدام الثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية ومع إيران. إيران لا تملك أي مصداقية في سياستها الخارجية كما في التزامها بالبنود أي اتفاق تقوم به. الاتفاق الذي وقع عام 2015 والذي نقضه الرئيس الأمريكي السابق ترامب، تبين أن إيران نقضت هذا الاتفاق تدريجيا وبشكل سري من خلال تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة، كذلك وجود أثار اليورانيوم عالي التخصيب في أماكن محددة وغير معلن عنها، كما قامت بإنشاء مراكز سرية لتخصيب اليورانيوم. إذا هناك انعدام للثقة، كذلك هناك السياسة الإيرانية الخارجية التي يعني يمكن ترجمتها بأنها سياسة إرهابية، كما جرى خلال الأيام الماضية حينما تم الكشف عن أن هناك إيرانيا يحاول أو كان يحاول اغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، وكذلك وزير الخارجية الأمريكي السابق بومبيو، وما جرى مؤخرا أيضا منذ يومين محاولة اغتيال سلمان رشدي كاتب كتاب آيات شيطانية من خلال مواطن أمريكي من أصول لبنانية، ايضا هذا وهذه كانت ترجمه للفتوى الايرانيه بقتل سلمان رشدي. اذا هذه السياسه الخارجيه التي تقوم على الارهاب تؤكد ان ايران لا تملك مصداقيه في علاقاتها الدوليه وكذلك في الالتزام ببنود الاتفاقات التي تمت مع الدول الغربيه ومع الولايات المتحده الامريكيه. نعم. في الواقع ايران تسعى لاقامه مفاعلات نوويه ول إنتاج قنبلة نووية، أنا تعتبر أن القنبلة النووية تحمي استقرارها وتحمي نظامها من أي ضغوطات خارجية، كما تؤكد لها القدرة على التوسع الجغرافي والتوسع العسكري في المنطقة في محيطها في الخليج العربي وفي الدول العربية. لا تملك مصداقية، وبالتالي هذا يترك أثرا سلبيا على العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الغربية وكذلك مع إيران. ومن هنا نرى أن أي اتفاق حتى الآن يصبح من الصعب تحقيقه، وإذا تم التوافق عليه قد لا يدوم طويلا. لكن قبل ذلك، كيف ترى رد إيران على المقترح الأوروبي سيد حسان؟ المقترح الأوروبي كان نافذة أمل بالنسبة لإيران، ولكن يبدو حتى الآن أنها تملك أطماعا أكثر في الحاجة الأوروبية للغاز والنفط الإيراني، وأوروبا تسعى لرفع العقوبات عن إيران لأنها بحاجة للغاز والنفط لاستبدال الغاز والنفط الروسي بالإيراني أو لتخفيض الأسعار، لأن اليوم مثلا غاز بروم الروسية الشركة الروسية المصدرة قالت أنه مع مطلع الشتاء سوف يرتفع سعر الغاز بحوالي 60% في أوروبا، مما يعني أن أوروبا هي فعلا بحاجة لمزيد من ضخ الغاز والنفط من الخارج إلى أوروبا حتى لا تصاب بصدمة ارتفاع الأسعار أو التقنين وهي تدخل في فصل الشتاء. لذلك إيران تسعى لاستغلال هذا الواقع الأوروبي ولفرض المزيد من الشروط، وأهم شرط الذي يعرقل كافة التفاهمات هو موضوع رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني. الولايات المتحدة ترفض رفع العقوبات عن الحرس الثوري لأنه الأداة الأساسية للنظام، هو الحاكم الفعلي لإيران، هو الذي يرسم السياسة الداخلية كما الخارجية، وكل العمليات الإرهابية في الخارج مسؤول عنها هذا الحرس الثوري، وكذلك علاقة الحرس الثوري بالأدوات الإيرانية في الخارج من حزب الله في لبنان إلى أنصار الله في اليمن. لذلك من الصعب على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن الحرس الثوري، وبالتالي إيران بدون الحرس الثوري وحرية حركته ستكون مقيدة جدا، وبالتالي لن يرضى الحرس الثوري بتوقيع اتفاق يبقيه على لائحة العقوبات ويخسر حرية حركته وتأثيره في الداخل كما في الخارج. فأوروبا الآن أمام أزمة حقيقية تريد رفع العقوبات عن إيران، ولكن إيران مطالبها من الصعب تحقيقها، وهذا ما أشار إليه المندوب الروسي.
وهذا ما أشارت إليه واشنطن التي رأت في هذه الشروط التي تحاول إيران فرضها وهي خارج بنود الاتفاق رأت فيها تعقيد للأزمة. لكن السؤال إلى أي مدى ترى هناك تراجعا أمريكيا سيد حسان وموقف أمريكا الذي وصف بالمهرول تجاه إيران في الفترة الأخيرة؟ في الواقع نرى أن الولايات المتحدة تعاني من أزمة التعامل مع إيران في فهم السياسة الإيرانية الخارجية وفي طبيعة التعامل معها. إسرائيل تضغط بقوة على الولايات المتحدة لإبقاء العقوبات على إيران ولمنع إيران من التمدد في العالم العربي وفي خارج العالم العربي أيضا. وكذلك الولايات المتحدة حتى الآن تحاول إقناع إيران وليس مواجهة إيران، إقناع إيران بأن أي سياسة معتدلة تقوم بها سوف يساعدها هذا الاستقرار ورفع العقوبات وإنتاج سياسة جديدة في علاقاتها الداخلية كما الخارجية. ولكن في الواقع إيران لا تستطيع إلا أن تكون في حالة مواجهة حتى تبقى في حالة استنفار دائم، لأن هذا النظام الديني لا يستطيع إلا أن يكون في حالة مواجهة وفي حالة تزخيم لساحته الداخلية إخفاء المشاكل الداخلية، خاصة إذا علمنا أن حالة التضخم عالية جدا في الداخل وبالتالي هي بحاجة لأي يعني إقامة علاقات جديدة وفتح آفاق في التعامل مع أوروبا ومع الولايات المتحدة في حال رضخت الولايات المتحدة لمطالبها وخضعت لشروطها. كيف أثر حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط على موقف واشنطن من إيران سيد حسان؟ الدول التي تتحالف الولايات المتحدة في العالم العربي كما في محيط العالم العربي تدرك خطورة المشروع الإيراني لأنها فعلا تعاني منه، تعاني منه في العراق، تعاني منه في سوريا، تعاني منه في اليمن وكذلك في دول الخليج العربي، ونحن في لبنان أكثر ما نعاني من السياسات الإيرانية، فهي التي تبقي لبنان ساحة صراع وترسل من لبنان إلى العالم العربي أدواتها للقتال في كافة الدول العربية تحت مسميات دينية وغير دينية. فنحن أكثر الناس في العالم العربي الذين ندرك خطورة هذا المشروع على الاستقرار في المنطقة، وإذا ما رجعنا تاريخ المرحلة القريبة جدا نرى أن الاستقرار مفقود في عالمنا العربي نتيجة هذه السياسات وهذه الأطماع. كذلك أسست إيران لانقسام عمودي بين المكونات الدينية في المنطقة بين السنة والشيعة، وأصبح الصراع دينيا أكثر منه سياسيا، وهذا ما نلحظه الآن في المنطقة. ولكن المرحلة الأخيرة، السنوات الأخيرة وخاصة هذا العام، نرى أن هناك تراجعا في قدرتها على ضبط ساحاتها. نرى في العراق انفضاضا عن سياساتها من قبل الشيعة العراقيين الذين بدأوا يدركوا أن إيران تستخدمهم كبيادر لخدمة مشروعها. في سوريا نرى الغارات الإسرائيلية المتكررة على مستودعات الذخيرة والميليشيات الإيرانية والمؤيدة لها دون أي رد، مما يعني أن إيران بلد ضعيف وليس قوي كما يقدم نفسه. وفي لبنان فشل حزب الله في إدارة الشأن اللبناني رغم إمساكه بكافة مفاصله، وبالتالي جعل من حزب الله يسعى ويحاول أن يقدم وجوها جديدة لإقامة علاقات طيبة مع العالم العربي من جديد، ويطالبها بتقديم الدعم للبنان لإخراجه من أزمته التي يعاني منها. وفي اليمن نرى هدنة أيضا، هذه الهدنة التي نقلت الصراع من ساحات المعارك إلى الساحة الداخلية بين المكونات التي يتشكل منها الحوثي، وأصبح الصراع على مراكز القوى والمقدرات اليمنية بين هذه الميليشيات. لذلك إيران تدرك الآن أن أدواتها في المنطقة في حالة تراجع، أن هيمنتها قد تراجعت عن السابق، وبالتالي مشروعها في المنطقة بدأ يترنح وليس في حالة قوة كما كان قبل سنوات قريبة. هل في المقابل تستفيد إيران من أزمة النفط وفي ظل الأزمة الأوكرانية الموجودة حاليا وتخوفات أوروبا من شتاء قارس؟ إيران في بداية الحرب الأوكرانية الروسية حاولت الاستفادة من هذا الواقع وقدمت نفسها على أنها قادرة على ضخ المزيد من الغاز والنفط إلى أوروبا في حال رفعت عنها العقوبات، ولكن روسيا رفضت وربطت رفع العقوبات عن إيران برفع العقوبات عن روسيا، وروسيا اعتبرت أن إيران تطعنها في الظهر لأن روسيا حليفة إيران وإيران حليفة روسيا، وكان من المفروض أن تتضامن إيران مع روسيا وليس أن تستغل العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا لتقدم نفسها بديلا. وفي المقابل أيضا حاولت إيران من خلال أدواتها ومن خلال حزب الله في لبنان الآن منع إنتاج النفط والغاز من البحر المتوسط، وهدد حسن نصر الله بقصف كافة منصات الإنتاج في حال
منع لبنان من الإنتاج، وهو في واقع الأمر يحاول مساعدة إيران وروسيا على تجنب العقوبات وتجاوز العقوبات من خلال إخضاع أوروبا للحاجة المتزايدة للغاز والنفط من روسيا ومن إيران، ومنع دول الشرق الأوسط من إنتاجه لتقديمه لأوروبا باعتبارها قريبة جدا من الدول الأوروبية. لذلك الآن الكرة في الملعب الإيراني، إما أن تتفاهم مع أوروبا والولايات المتحدة ضمن الشروط التي تم وضعها، أو أنها سوف تذهب للمواجهة، وهذا قد يكون الأرجح. شكرا لك مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب.